نرحب بكم إلى قناة تعليم الكهرباء من الصفر. إذا تبحثوا من أين تتعلم الكهرباء، أنت في مكان الصحيح. من خلال هذه القناة تتعلم كل شيء عن الكهرباء خطوة بخطوة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي الكرام متتبعين وزوار قناة تعليم الكهرباء من الصفر. في حلقة اليوم إن شاء الله سوف نتطرق إلى كيفية تغذية مصابيح 220 فولت ب 380 فولت. يعني هذا السؤال تكرر من متتبعين الكرام، قررنا اليوم باش ندير لكم هذه التجربة عملية على كل حال باش تشوفوها كيفاش تركبهم كيفاش تمشي. دونك على كل حال هذه العملية لازم يكون تستعمل ثلاثة مصابيح على الشكل ما على باليش اسك شفتو ديجا المونتاج إتوال تريانجل دونك نجمي مثلثي. حنا نديرو هذه المصابيح اللي عندهم مقومات وليس مصابيح واحد اخرين على الشكل نجمي فوالا دونك باش نخلقوا لوناتر ارتيفيسيال. دونك بدون اطاله نروحوا نشوفوا كيفيه عمل بطريقه عمليه تشوفوهم شاعلين وكلش. بدون اطاله نروحوا نبداو. اذا كما راكم تشوفوا رانا وجدنا ثلاثه مصابيح باش نديروا لو مونتاج ايطوال او نجمي. دونك جبت لي 3 دوي هادو برك نبداو نشرحو لهنا باش كي نوصلو لاتولي نديرو برك لي سي. دونك نحيو لي لومب باش تشوفو واش درت. دونك لو بلو مع المارو خرجت جوج هاد خيوط دروك نجيبو لي لومب هذا هذه ايضا كما راكم تعرفوا كمال كي نديرو الاخر. دونك كي نديرو المونتاج نجمي يعني تولي لابوبين تاعنا في لي موتور تولي تكونسومي النتر مع الفاز دونك تمشي ب 220 فولت. دونك نصنعو لو نتر ارتيفيسيال او لو نتر اصطناعي او صناعي ولا كيفاش يقولوه. دونك نشوفو لا تروازيام هذه نوري لكم برك كيفاش كما راكم تشوفو لو بلو اي هون. دونك نرجعوها نرجعوهم. دونك نحتاجو لي ثلاثة مصابيح وثلاثة حامل مصباح. لي لومب كيما قلت لكم لازم اللي عندهم لي ريزيستونس دروك تشوفوهم. دونك واش نديرو حنا نجمعو كامل هاد لي بلو. دونك درت هاد الدومينو كيما راكم تشوفو شنتيتها كامل في لي سورتي. حنا كل واحد نديروه في بلاصتو نردو التورنوفيس هاو مفك. دونك نديرو المصباح الاول لهنايا فوالا المصباح الاول. نروحو المصباح الثاني ايضا نرفدو للطرف الاخر تاع هذا المصباح. هذا السؤال تكرر شحال من مره ونشوفه ايضا في الجروب يتكرر دائما ما القرين كتبوا نفهموا الناس بصح يحبوا طريقه تطبيقيه هكذا خير. على كل حال كي تشوف حاجه براتيك خير من التيوري كما راكم تشوفوا الطروازيام لومب او المصباح الثالث كما راكم تشوفوا. نزيد نديسيرو شويه فوالا. دونك كما راكم تشوفوا هذا خرج من المصباح الاول هذا خرج من المصباح الثاني هذا خرج من المصباح الثالث كما راكم تشوفوا فوالا. هادو
اللي بقاو دونك هكذا، هادو اللي بقاو يروحوا فاز الاول فاز الثاني فاز الثالث. فوالا دروك كي نوصلوا لاتولي دونك يجي الشيما تاعنا بهذه الطريقه. دونك عندنا مصباح الاولى مصباح الثانيه مصباح الثالثه، دونك تكون هنا ايشنت هذا ال1 ال2 هي ال3 فوالا هكذا درنا نجمي. دونك نروحو دروك لاتولي باش نديرو ليساي تشوفوا الطريقه براتيكمون. كيما راكم تشوفوا رانا وصلنا لاتولي دروك نشوفو نديرو الفولت متر تاعنا في الكورو الترناتيف كيما راكم تشوفو 750 فولت باش نشوفو مصدر التيار تاعنا شحال عنده. اسمحوا لي برك راني نخدم باليد واحد جوستك برك تضبط. اذا كيما راكم تشوفو عندي 425 فولت هنايا، نزيد نقيس هذه مع هذه كيف كيف 425، نخلي هذه نشوف مع هذه كما راكم تشوفوا. دروك نجيبو لي لومب تاعنا باش نشوفو. اذا كما راكم تشوفوا راني شريت هاد لي لومب دونك سي 75 واط هكذا باش تشوفو. دونك 75 واط دروك نبلاصيو لي لومب نرجعو ليكم باش اذا كما راكم تشوفوا رانا وصلنا كامل لي لومب تاعنا كما راكم تشوفوا. دونك لافاز ان راحت لا لومب الاولانيه ولافاز دو راحت لا لومب الثانيه كما راكم تشوفوا، ولافاز ثالث راحت المصباح الثالثه كما راكم تشوفوا. وعندنا هادو كامل كما راكم تشوفوا دونك نديروهم هنا باش نشوفوا نتيستيو ايضا. دروك نشعلو الديجونكتور تاعنا كما راكم شاعلين كامل لي لومب، نزيدو نشوفو شحال طلعنا. سمحو لي برك ما شكيتش نقدر بصح نشوف نسيو باش نشوفو شحال يعطينا مع هاد النت الارتيفيسيال. كما راكم تشوفو عطانا 243 فولت، و بورتو كاين اونتر فازي فاز 425 فولت كما راكم تشوفو عطانا 240 فولت. شوف واش درت، درت مع الدومينو ما تبانش مليح بصح هذا الدومينو تاع وين تلاقاو كامل لي لومب مع لافاس لهنا مع هاد لافاس فوالا مع هاد لافاس عطاتنا ونعاود برك. فوالا كما راكم تشوفو عطانا 244 فولت. فوالا الى هذا لقد وصلنا الى نهاية هذه الحلقة، اتمنى انني وفقت في الشرح. اذا لديكم اي سؤال نحن في الخدمة. اسمحوا لي برك ليماج ما تخرجش مليح بس كاين شوية ظلمة لهنا في هاد لاتولي او في هاد الورشة دونك الله غالب. نخليكم الى الحلقة القادمة ان شاء الله.